زلزال في مخابر المخابرات تاع اعداء الجزائر، زلزال، اقالات، ما نحكي لكمش اقالات، المهم كارثه كارثه، درتوا لنا كارثه يا الجزائريين في يا الجيش الوطني الشعبي، راكم درتوا كارثه في المخابر تاع المخابرات تاع جماعتنا. ماكرون راه هبل البارح، دوكم فاهم خاوتنا كيفاش؟ فوالا، برك باش نشرحوا لخاوتنا بشويه، نبسطوا الامور باش يكون هي كانت وش هو الهدف تاعنا من الانتخابات هذه، هي كانت الهدف هي الانتخابات وشرعنة يعني الحاله في الجزائر. يذف يوقع، على بالكم باللي راهي تقارير مخابراتيه وتقارير عملاء ففا وجماعتهم كامل في الجزائر كانوا يقولوا بلي راهو الانتخابات ما راحش تكون في الجزائر وما هيش راح تنجحوا، كانوا مهنيين سي ماكرون والجماعه كانوا حاطين عند راسهم وكانوا يعني قابلين التقارير هذوك، والعملاء نتاعهم والمسؤولين نتاعهم اللي كانوا يديروا لهم في التقارير قالوا لهم بلي راهو اكثر من الناس بعد قالوا لهم بلي راه الانتخابات ما هيش راح تفوت في الجزائر، غلطوهم هبلوهم يعني. في كاين مسؤولين كبار تاع مخابرات داروا تقارير بانه الانتخابات في الجزائر ما تكونش وجزموا ويحسبوا فيها ما تفوتش، صح وصح وكانوا حاطينها ما تفوتش، راهم شوكين راهم مشوكين، لكن فاقوا بالامر زوج ايام قبل الفوت. وحنا توعنا الدواهي توعنا الرجاله اللي نحييهم حماة الارض والارض، ناس بزاف مش غير الجيش الوطني الشعبي، ناس كامل خدمت، كاين جزائريين صحفه في العالم وفي بلايص كل هذه النورما دركا صايس قالت الرئاسيه خاوتي، دركا نخبركم باسرار العالم واسرار الاستراتيجيه اللي كانت تكون. عملاء فرنسا عملاء مخابر مخابراتيه كانوا يبعثوا تقارير لاسيادهم انه التنسيق تاعهم وكلش انه الانتخابات ما راحش تكون في الجزائر، الانتخابات في الجزائر ما كانش وما راحش تكون، كانوا يقول لك هيا كانوا يستناو ماهمش حابين يربحوا العيب، لهذا هبلوا هبلوا مؤخرا البارح والبارح هبلوا 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 جنوا، لانه الانتخابات فاتت وفاتت بقوه وفاتت كما يعني على الشرع، ما كانوش ينتظروا في النتائج هذه، لا تصوير حتى الجماعه اللي كانت حابه تزور كانوا الجماعه حابين يزوروا لواحد المترشحين ما قدروا والو والو والو، خلاوهم اوهموهم، كانت مناوره ليس الان راح يصرحوا بها ان شاء الله في السنين القادمه، راح تعرفوا خبايا هذه الانتخابات هذه المصيريه تاع الجزائر. الان الجزائر راهي في السكه والناس شوف لازمنا شوف لازمنا نحييو الناس اللي وقفت ومشات الانتخابات هذه وضحات وضحات بسمعتها وبصورتها وبحياتها وبعائلتها وبكل شيء. نحييو سي بن قرينا، نحييو سي بالعيد، ونحييو خاصة بن فليس، نحييوه سي بن فليس، نحييوه نعم، تحية إجلال التاريخ سينصفك يا سي بن فليس. يا سي بن فليس دخلت للانتخابات لإعطاء الانتخابات تكون شرعية، مع أننا نعلم كلنا أنك لن تكون رئيس الجزائر، لكن أنت من أعطيت الشرعية للانتخابات في الجزائر، شاء من شاء وأبى من أبى، هذه هي الحقيقة. الانتخابات في الجزائر لو لم يدخل بن فليس فيها لما كانت قوتها وشرعيتها كما رأيناها. لازم نكذبوش على بعضنا، نعرفوا ثقل الرجال. سي بن فليس ضحيت والتاريخ سينصفك، ضحيت من اجل الجزائر سننصفك ان شاء الله، التاريخ ينصف وبلا مزيتنا نضحيو من اجل الجزائر، الله لا يكثر خير الواحد وتحيه اجلال. مهم التاريخ سينصف الرجال. بن قرينا كذلك، بن قرينا اللعبه القذره اللي لعبوها الاسلامويين في الجزائر، كنت انت من المضحين من اجل الجزائر لكي ترسو الجزائر وتعطي شرعية للجزائر وننقذ الجزائر، سينصفك التاريخ يا بن قرينا، سينصفك التاريخ وسيكتب اسمك بأحرف من ذهب. هذه نهضر على المرحلة هذه، المرحلة هذه خاوتي كانت حرب كبيرة، اختي راضية الغالية وتاج راسي مرحبا بك، المرحلة هذه كانت خطيرة جدا
والشعب الجزائري للأسف لم يكن واعي أبدا، شعب لم يكن واعي أبدا. ونقول لكم الأسباب لماذا لم يكن واعي أبدا للخطورة تاع المرحلة. الحمد لله تخطينا الخطوة هذه، والحمد لله مخابر المخابرات الفرنسية وكلهم رام يندبوا، كانت لهم تقارير أن الأمر سيكون كارثي، والرجال أوهموهم أن صحيح سيكون الأمر كارثي، لكن كان كل شيء محكم. حماة الأرض والأرض، حماة العرض، نحييكم ونقبل التراب تحت أيديكم، سواء كانت شرطة، درك، مخابرات، جيش، أي واحد، شعب اللي وقفوا كامل. هالانتخابات هذه كانت ليس فلان أو فلتان، فهذه الانتخابات كانت لإنقاذ الجزائر، والحمد لله الجزائر الآن الحمد لله إكارتينا الخطر الكبير اللي هو العدو، بقالنا العدو الداخلي اللي هو إخواننا اللي مازالوا مبردعين، اللي نقولها لكم مبردعين، مازالوا هما اللي يديروا لنا في المشاكل، وبعض أسابيع كلها أسابيع، وسوف ترون كيف هذه الفلول كيف تطفأ. لماذا؟ لأن القوى العظمى التي كانت تريد تخريب الجزائر الآن ستمر إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ما هي؟ مرحلة المصالح. ومرحلة المصالح ما معنى؟ مرحلة المصالح معناها أنه دي نيغوسياسيون، باش نتكلم على الصعاليك والعملاء، زيطوط وأمير وجماعة وكل شوية. ذرك الآن سيقدمونكم على طبق من فضة، ذرك يولي نيغوسياسيون، قال نمشيك مصالحك، قال أوكي، قال واش تعطيني أنت في المقابل؟ قال سكت لي الكلاب هذوك، سلم لي الكلاب هذوك، أعطيني الشيء هذاك. ذرك هذه المرحلة الثانية. ثالثا راح نشرح لخاوتي مرحلة كبيرة وحاجة كبيرة، خاصة الناس اللي تفهم في الجيوستراتيجية. غلق ملف سوريا، تبعوني مليح، غلق ملف سوريا، غلق ملف العراق، غلق ملف اليمن، نعم غلق ملف اليمن، غلق صاير قاعدين يلموا فيه، تلم الدواعش اللي كانوا في الشرق الأوسط كامل، راهي حرب مضروس اللي راهي صار اللي تشوفوها انتم ماهيش باينه بين تركيا وايران والسعوديه واوروبا وشويه امريكا، لانه تركيا هي اللي تقبت من قطر، هم موجودين في ليبيا. القاعده الان يعني لماذا الوجهه الجايه هي الجزائر، لكن الحمد لله يعني شوفوا يعني ربي سبحانه يعني دعوه الخير، صح كانت خدمه الرجال لكن كان دعوه الخير، دارونا على الاضرابات في الجزائر، في فرنسا كل يوم الاضرابات الايام، شلل كبير في المواصلات، لسانديكا في فرنسا عمرهم اتحدوا، الامر هذه اتحدوا من اجل اضراب الدنيا الخاليه. كريز ايكونوميك وضغط رهيب جدا على الحكومه الفرنسيه، على حكومه ماكرون، امور يعني ورطهم ربي سبحانه، لان الجزائريين انتم راتصه واللي يخرب فيكم يا لطيف يخرج فيه ربي سبحانه. راكم نية يا الشعب، النية يا الشعب العاطفي، يا الشعب العاطفي، والله ربي سبحانه قاعد ينتقم من أعدائه لأجلكم. والله يا أختي ليندا غير ما تقدرش تصوري الكوارث راهي صارية الآن في فرنسا، كارثة. وراو القنوات الفرنسية هذوك فرنس 24 وجماعة ينقلوا غير بالجزائر، ما الانتخابات لا يريدونها، الانتخابات لا يريدونها، لا يريدونها في أواحد، ترجعوا على التريكل وخوتنا القبائل ذوك التريكل الأمور مع بعضهم، وكاع دار لهم لابومادا سي عبد الناجي تبون، وعبد المجيد يعرف يهضر ذوك بشوية بشوية ونريكيبيريهم ونردوا نديروا العرس ونديروا الحفلة، وهذا ما كان، وهذا ما كان. المهم إخوتي أخواتي، المخابر المخابراتية الفرنسية وغيرها كانوا مش يعتقدون، يجزمون بأن الانتخابات في الجزائر لن تكون ولا تكون، لهذا كانوا جابدين روحهم مخلين العملاء هبلوا، لأنه الانتخابات كانت الآن برك باش نقول الجماعة اللي يقدروا يقولوا على نسبة الانتخابات أي 30 أي 31 على بالكم القانون العالمي، أنا نعمل في منظمات دولية ونتابع وعلى بالنا بالقانون العالمي، برك اللي ما على بالوش أنه خمسة يكفيك، 5% 5% في الانتخابات تكون شرعية، هذه في قانون في الأمم المتحدة والقانون العالمي، شرعيا يعني قانونيا دولي، قانون دولي، هذه باش يكونوا خاوتي برك على بالهم، يعني تسمى قاعد تقولوا انتم قداه كاين، هايا قاعد الناس الصعاليك يقول لك هايا في الانتخابات شاركوا 17% ما شاركوش، رغم انكم خوفتوا الناس في اوروبا وخوفتوا الناس وقفلتوا المكاتب
وفوطاو سيدي خي ما كانش 39 كداه كاين 17 القانون الدولي يقول لك 5 5 تمشي. وادخلوا للسيت تاع الامم المتحده وابحثوا يا اخي تموتوا على جوجل الجماعه اللي تدخل تفتش على الساكس ولا ادخلوا لجوجل. المهم هذه الانتخابات ليست انتخابات رئاسيه بقدر ما هي انتخابات لقطع ذنب الاعداء واخر مسمار في نعش اي وصايه خارجيه ليكون الامر داخلي. الان الترتيبات الداخليه في الايام القادمه برك نهني نقول لخاوتنا برك راه ما كان الان راه ولا فيها لا لكن موالفين قالك الجماعه اللي مشاو مع فلان والجماعه اللي مشاو مع فلان برك باش نقول لجماعته وانتهز الفرصه لجماعه مديري تحمل التبون نقول لهم يكثر خيركم على العمل اللي خدمتوه وكل واحد عندكم المهم من ابتداء من غدا ولا بعد غد روحوا تروحوا لدياركم لانه تبون صاي درك كي يروح للرئاسه ما تحطوش في راسكم اللي راكم راح تروحوا معاه للرئاسه. كاينين اخرين يقول لك احنا نبقاو معاه وما تلوموش التليفون تاعو راح يتبدل غدا الهاتف تاع سي تبون يتبدل راه يولي باسكو رئيس تاع دوله راح صاي باش برك باش ما تصدموش برك لكي لا يصدم الخاوه باش ما تصدموش خاوتنا باش ما يتصدموش تاع مديريات الحمله وكل راكم شاركتوا كامل كامل شاركتوا في هذا في هذه المسرحيه العظيمه اللي درنا اللي اطحنا بها اعداء الجزائر. هي كانت الهول والتهويل كامل والمد والجزر من اجل ان تكون انتخابات ويكون النقاش دائما في الانتخابات. هذا ما كان باش يكون في علمكم برك لان ورقه الطريق باينه ورقه الطريق واضحه في المرحله القادمه اللي يغلط يخلص. هاني باش نقول لخاوتي اللي ما دارش غير ما كان لا يخاف. الان لانه لا سيلول دو ريفليكسيون عندنا في الجزائر عرفوا باللي راهو الشعب الجزائري يتبردع بالخف وتقدر تلعب له بعقله بالخف وهذا خطا انا احمله على الدوله. لكن الدوله ما تقدرش تدير بزاف. عندنا القوه تاعنا الاعلاميه تاع في الدوله تاع الجزائر تاع السلطه ضعيفه. يعني ما عندهمش لي مويا ما عندهمش الافكار ما عندهمش الاله الرهيبه اللي تجابه الاله العدو يعني الاعلاميه راه نشوفوا فيهم واش راهم يديروا راك تشوفوا باللي راهو القنوات كامل القنوات كامل يقول لك الجزائريين ما همش حابين الانتخابات وشكون هذو اللي ينتخبوا هذوما هذوما 8 ملايين اللي ينتخبوا شكون جبناهم من مالي جبناهم من مالي هاو درنا الحساب وقلنا معليش والناس كانت المهم برك باش نفهم الجزائريين ونفهم المتابعين واش راهو صاري خاصة الناس راهي الان ما همش مصدقين لحد الان انهم تخوزقوا انهم داروا لهم الجزائريين الخماسه بزداسه انهم خسروا المعركه انهم اخر مسمار في صندوقهم راهو دق في يوم 12 قلت لكم مسؤولين كبار وقالوا دوك تسمعوا في الايام القادمه تسمعوا الايام القادمه ان مسؤولين كبار في مخابرات تبدلوا في فرنسا في مكان اخر لانه كانت تقارير كبيره يقول لك رانا متحكمين بالوضع العملاء نتاعهم كاين عملاء ما نذكرش ما تخافيش الزبيده عسول اللي ما نهدرش عليك لان ما نقولكش كي عميله خلي برك التاريخ سنكشف للجزائريين شكون هو الراجل وشكون هو اللي ضحى وشكون هو اللي مد نفسه النفيس وشكون هما اللي وقفوا وشكون هو اللي كان في صف العدو والناس يحسبوا به اعداء برك على خوتي بلي راهو كل شيء كان محسوب والخطه التي خطط لها الرجال لقد نجحوا فيها باعتراف العدو. انتم على بالي الجزائريين ما يعترفوش المهم ما يعترفوش الجزائريين المهم نحكي لكم نحكي برك للناس اللي عندهم اجتهادات خاصه واللي عندهم عقل يخموا به. والله اكبر خازوق داوه اعداء الجزائر. الان واحد ما عاد يقيبهالنا صايدرنا رئيس معليش تبقى بيناتنا ناكلوا بعضنا بعض ومعليش مش مشكل المشكله تحلت. في الايام القادمه دوك يصير الترسيم ديروا حكومه جديده نشوفوا كيف حل البرلمان يطلعوا درك النواب وجدوا رواحكم بداوا وجدوا نهضر مع الشعب الجزائري بداوا وجدوا في المرحله الجايه. لانه المرحله الجايه ما كانش فيها بن عميس ولا شكاره ولا اللي يجبد الشكاره يهبطوه ليكيب اللي تخدم دركا ما تشمش الشكاره. ليكيب اللي راهي تعمل درك في الجزائر شوف نجيبها من الاخر في المخابرات في الامن مسؤولين هكذا امنيين في الدرك في فرقه الابحاث شوف الصوارد هذا ما يعفسوا عليهم يقولوا عليهم ما يهمهمش ما يتشراوا وما يتباعوا ويحكموا على واحد غلطه يهبط. هاي نجيبها لكم من الاخر اذا بداوا وجدوا جماعة اي واحد يحب يدير في الديبيتاسيون جايه اي واحد يدير في السيناتوريال جايه
في اي انتخابات يوجد عمل دكاتره شباب لازم تتقدموا. ان شاء الله بوادر خير راهي جايه برك. نقول لكم والله العظيم باذن الله صعبه جدا لكن البوادر راهي مليحه والامور راح تسقم وما يخوفكم حتى واحد. ما يخوفكم حتى واحد. الجزائر كما تقولوا يا اخي الجزائر ديالنا نديروا واش نحبوا، فقط حافظوا على الجزائر وحافظوا على جيشكم اللي ضحى عليكم وخوزق اكبر قوى العالم. كونوا رجال، هذا واش راح نقول لكم. وجدوا روحكم المرحله الجايه، المرحله يعني المعركه الكبيره حسمت، صاي انتصرنا في المعركه الكبيره، قاتلنا المعارك الصغرى هذه تاع بيناتنا نلقاو لها حل. خوتنا القبائل تحيه لكم يا القبائل، وفيف لي كابيل، وتحيه القبائل واي واحد يسب القبائل ماهوش جزائري، وتحيه الشاويه الرجاله اللي ضحاو ومازالوا يضحيو على الجزائر النيه، وتحيه ناس الصحراء، وتحيه ناس الغرب وهارنا وتلمسان ومستغانم وبالعباس وكل كل كل ناس البيض كامل، ناس بسكره ورقله وناس واد صوف الرجاله تباسه سوق راس كلش عنابه الناس كامل سكيك دا قسنطينة كامل سطيف. الرجال الايام القادمه لازم تكونوا رجال وتكونوا قد لا يعني المرحله القادمه. والاعلاميين الاعلام نقول لهم ستفوا رواحكم لانه المنجل سياتيكم الاسبوع القادم. الاسبوع القادم الاعلام اللي يغلط شوف لك الحريه التامه. هاني نقولها لكم درك، اي اعلامي جزائري تخدم خدمه كوريكتوم مش تاع ابتزاز مش تاع تشويه مش تاع قذف، اخدم على روحك مرحبا بك ما كاش لي يهضر معاك. واي واحد يتحرك في عامل ابتزاز يدي صور باش يشوه فلان ولا باش كاين الخطوط الحمراء باش تقيس انت مؤسسات الدوله ولا تظلم ولا تشوه البلاد ستدفع الثمن. غدا راح ندير لكم فيديو على القنوات الخارجيه والقنوات فرونس 24 كيف اخترقت، كيف القنوات هذه تعمل بالديكورتيكاسيون تاعهم كامله مباشر ناري على الاعلام الخارجي كيف يعمل على الجزائر وشكون يمول فيه وشكون من ورائه، كل قناه كيف تعمل وشكون هما المخترقين تاع القنوات هذم بالادله وبالاسماء. والعداله امامنا، اي واحد وراني موجود في اوروبا اي واحد عنده اعتراف على كلام نقوله يروح للعداله. نحن هنا حاضرين راني تابع المنظمات الدوليه، اي واحد معروف راني تحت مظله الامم المتحده، تحت مظله الامم المتحده راني تابع 13 منظمه دوليه وحتى الاتحاد العالمي للصحافه وعندي لو كوت على الكوديكس دانفستيغاسيون في العالم كله. اذا اي واحد ندير عليه فيديو ولا نحط عليه ادله ويحس بلي راني ظلمته ولا قذفته، العداله موجوده في اوروبا وعداله حقيقيه في اوروبا. ومنهم ماكرون اللي تكلمت عليه والمخابرات نتاعو، انتصرت عليكم الجزائر، اعترفوا الان المرحله الجايه نقولوا انها سيبداو لي نيغوسياسيون الكلاب والعملاء نتاعهم. وجدوا روحكم هم راح يقدموكم منطبق من فضه سواء كانت في انجلترا سواء كانت في فرنسا سواء كانت في مكان اخر. وبربي ان شاء الله الاسبوع القادم هناك مفاجات، ايكيب واحد اخرى راح يزيدوا يعيطوا لهم يهبطوهم ان شاء الله تاع فساد واسترجاع ان شاء الله الاموال. ورانا نستناو تبون تجيب لنا الصور ده او ما نساوش، رانا نعطيوك ربع شهر في يدك تجيب لنا الصور دي على بالك وراهم. سي عبد المجيد تحيتي ليك ومبروك عليك ونحبك وبارك لك في التليفون البارح وضحكت وكل شيء، المهم ما كان حتى مشكل. وتحيه الجزائر وهذا ما كان وكلنا جزائريين، واحد ما يبيع وطنيات الاخر. السلام عليكم خاوتي، تصبحوا على خير، بارطاجيو لا فيديو وافهموا مليح الرسائل اللي خليتهم في الفيديو. السلام عليكم.